السلام عليكم. طبعا يا شباب، هذا الفيديو راح يكون على القناة الثانية باسم أرباح المبتدئين. القناة الثانية هذه باعتبارها قناة جديدة لسه ما في عليها يعني فيديوهات. هاي القناة راح تكون عبارة عن إثباتات سحب من المواقع اللي يعني بنجربها وبنشتغل عليها وبنعمل عليها أكثر من إثبات سحب. فالإثباتات هذه راح نحطها في القناة الثانية لحتى تكون مصداقية لكل شخص مبتدئ وحاب يشتغل على الانترنت. طبيعي انه كل شخص مبتدئ حاب يشتغل على الانترنت بيكون متخوف او خايف يشتغل على هذا على موقع معين وينصب عليه. فان شاء الله القناة الثانية هاي اللي باسم ارباح المبتدئين راح تكون فيها اثباتات السحب اللي راح نسحبها اللي راح نسحبهم من اي موقع راح نشتغل عليه. فالفيديو هذا راح نتكلم فيه عن الموقع اللي احنا سحبنا منه ارباح في الحساب الاولاني. بصراحة الموقع سهل جدا جدا، يعني ابسط من البساطة وممتاز لكل شخص مبتدئ في الربح من الانترنت. كل شخص ما عنده راس مال وكل شخص حابب انه يسحب او يربح يعني يربح من الانترنت كمبتدئ يستخدم هذا الموقع ويشتغل عليه. الموقع هذا بس انت كل اللي عليك انك تسجل فيه وتعمل اللي انا راح اقول لك عليه. اول شيء خلينا نشرح الموقع. طبعا راح احط لك رابط الفيديو، رابط الموقع تحت الفيديو بالوصف لو حبيت تشتغل عليه. هتفتح الرابط، راح تجيك خانة تسجيل او تسجيل الدخول، راح نضغط على كلمة تسجيل، راح تضيف اللي هي الفراغات تعبيهن. اول فراغ بيطلب منك يوزر نيم، تكتب اسمك مثلا جنبه رقم او رقمين. تاني فراغ بتحط فيه الايميل، تالت فراغ بتحط فيه كلمة المرور، رابع فراغ بتحط فيه اللي هو كود الكباتشا اللي هو الرقم اللي بيكون تحت الفراغ الرابع. تكتب الكود الفراغ وتضغط على كلمة اللي هو تقديم. هيك راح يصير عندك حساب في الموقع بدون ما انك تأكد الحساب يعني عن طريق الايميل. راح تجيك هاي الواجهة اللي هي الداشبورد او خلينا نقول لوحة القيادة. راح نضغط على الخيارات الثلاثة هدول، تمام. راح نضغط على كلمة الملف الشخصي، او خلينا نروح على كلمة علاوة اول شي. طبعا شوف، خلينا هاي بترجم لحاله. هاي الاشي اللي انا بدي اشرح لكم فيه الموقع علشانه. هاي الخانة اللي هي الخانة المطلوبة منا ومن كل شخص مبتدئ حابب يسحب او يربح من هذا الموقع. كل اللي عليك انه انت راح تعمل فيديو تشرح فيه هذا الموقع، تمام، تتكلم عن كل الخانات الموجودة في الموقع، تشرح الموقع بالتفصيل. وبعد ما تشرح الموقع تحط الفيديو هذا في قناة على اليوتيوب. مش لازم يكون القناة كبيرة، يعني لو عندك قناة فيها 50 أو 100 مشترك بتقدر تعمل الفيديو هذا وتنشره على القناة وتاخد رابط الفيديو وتحطه في هاي الفراغ. بعد ما تحطه في هذا الفراغ تضغط على كلمة ارسال، راح يتم مراجعة الفيديو تبعك من خلال ادارة الموقع، وفي حد اقصى 12 ساعة راح يتم تسليمك اللي هو البونص تبعك او المكافأة الخاصة بالفيديو تبعك. المكافأة من 15 روبل ل 55 روبل، تمام. وهذه المكافأة رمزية يعني كويسة بالنسبة لك كشخص مبتدئ في الربح من الانترنت. طبعا انا سحبت من هذا الموقع يعني في الحساب الاولاني، وبنصح كل شخص مبتدئ في الربح من الانترنت، كل شخص حابب انه يجمع راس ماله انا بنصح انه يشتغل على هذا الموقع. طبعا شباب، رابط الموقع راح احط لكم تحت الفيديو بالوصف للي حابب يشتغل عليه. نروح على هاي الخانه، نروح على كلمه الملف الشخصي. طبعا خانه الملف الشخصي هي هاي الخانه، بيعرض لك اللي هو الاشخاص اللي سجلوا من خلالك، وبيعرض لك كمان اذا كان في لك ارباح في الموقع، وبيعرض لك اللي هو الارباح اللي انت سحبتها من الموقع في الخانات الثلاثة هدول، الخانة هاي والخانة هاي والخانة الاولى، تمام. فاذا كان لك ارباح طبعا راح يعرض لك اياها في الخانة الاولى هذه، او عفوا اسف، راح يعرض لك اياها في الخانة الاولى هاي. واذا كان في شخص سجل من خلالك راح يعرض لك اياها في الخانة هاي الثانية، ويعرض لك الارباح اللي انت استفدت منها من خلال الشخص اللي سجل من خلالك. نروح على الداشبورد، عفوا الثلاث خطوط، نروح على الكلمة الثالثة. طبعا يا شباب، هنا اللي هو اذا كان لك ارباح في الموقع،
بتختار اللي هو المحفظة اللي انت حابب تسحب عليها ارباحك، بيرفكت ماني او باير او الفيزا. انا بنصح الجميع انه يشتغل على الباير، يضغط على الباير ويضغط يعبي هنا الكمية اللي عنده من روبل ويضغط على هاي العلامة الصفراء، راح يتحول ارباحك في ظرف ثانية على طول. بمجرد ما تضغط على العلامة الصفراء راح يوصلك ارباحك. نروح على اللي بعدها، عفوا طبعا يا شباب، اللي بتعرض لك اللي هو الارباح اللي انت سحبتها من الموقع. فالخانة هاي طبعا انت بامكانك انك تستخدم الترجمة، بس انا حافظ يعني الخانات لان انا اشتغلت على الموقع وسحبت منه اكثر من مرة. فهاي الخانة بتعرض لك الارباح اللي انت سحبتهم من الموقع. تمام، نروح على الخانة اللي بعدها، نروح للخانتين الاهم الاخرانيات. الخانة اللي قبل الاخيرة خلينا نروح عليها. طبعا يا شباب هذا هو رابط الحال الخاص فيك. هذا الرابط اذا انت اعطيته للاشخاص وسجلوا من خلالك واودعوا في الموقع، راح تستفيد انت نسبة معينة من الارباح اللي راح يقدمها الموقع لك مكافأة لانه اصدقائك سجلوا من خلالك. تمام، فهذا هو الرابط اللي اسمه رابط الاحالة. نروح على الخانة الاخيرة. طبعا شباب الخانة الأخيرة اللي هي الخانة هاي، خلينا أحط لكم علامة من الخانة هاي الأخيرة، هي الخانة اللي احنا فاتحين عليها. طبعا الخانة الأخيرة هي أهم خانة، اللي هي بتختار فيها أنت الموقع اللي أنت بدك، أو خلينا نقول المحفظة اللي أنت بدك تسحب عليها أرباحك من الموقع. فهو مخيرك بقول لك إذا أنت بدك على باير أو على بيرفكت أو على الفيزا. هاي هي الباير، انا بنصح الجميع انه يختار الباير. وبتحط اللي هو الرمز تبع حسابك على الباير في هاي الخانة، اللي هو الرمز اللي بيكون بدايته بحرف البي وجنبه ارقام، تنسخه بتحطه بهاي الفراغ وتضغط على هاي العلامة بتعمل حفظ للحساب في الموقع. تمام، هيك بنكون يا شباب احنا شرحنا الموقع كله. الموقع طبعا اول شي يا شباب هو استثمار، او انك انت يعني بممكنك تربح من طريقتين. الطريقة الاولى استثمار الحد الادنى 100 روبل، الطريقة الثانية هي الربح من خلال بونص الفيديو. تمام، خلينا نوقف الفيديو بس ونروح نشوف وين الاستثمار. طبعا شباب انا ما بعرف اذا كنت شرحت لكم اياها بالفيديو ولا لا، لكن على السريع خلينا نقول هاي هي الخطوة اللي بتاعت الاستثمار، اللي هي الرقم اللي هو الودائع. تمام، بنروح عليها. طبعا الحد الادنى 100 روبل زي ما هو حاطط لك الخطه الاولى. الخطه الاولى هاي هي اللي احنا اللي محطوط عليها علامه. تمام، بتحدد الخيار الثاني طريقه الدفع من خلال باير او بيرفكت او كذا فيزا، وهنا بتختار الكميه اللي انت بدك تودعها في الموقع. هنا تختار كلمه اضافه، هذا لو انت حابب تعمل ايداع في الموقع. تمام، هذا هو كل الموقع. وطبعا هو بيقول لك كل دقيقتين ستتلقى 1.50 سنت من الروبل، يعني 1.5 روبل. هذا بالنسبة للإيداع الأولاني اللي هو أول خطة. فهذا هو شباب شرحنا للموقع، وبتمنى للجميع أنه يشتغل عليه، لأنه هذا راح يكون رأس مالك في الربح من الإنترنت بإذن الله. طبعا هذا الفيديو راح يكون على قناة أرباح المبتدئين بإذن الله، وراح نقدم في هاي القناة زي ما قلت لكم اللي هو الشروحات أو إثباتات السحب الأكثر من مرة بالنسبة لكل موقع. فلما بكون خلاص شرحنا، وكان معكم فراس محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.